أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألتنا الشرعية في هذه الليلة تخص النساء والفتيات بشكل أكبر من اهتمام الشباب والذكور عموماً بهذه المسألة، وهي مسألة تركيب الرموش الصناعية. تارة يكون السؤال عن عملية زراعة رموش، يعني شعر طبيعي يؤخذ من جسد الإنسان من الرأس مثلاً، وهذا الشعر يزرع داخل الجفن كما يزرع الشعر مثلا للصلعان، الرجال اللي عندهم صلع مثلا يزرعون في راسهم، في عملية أيضا لزراعة الرموش، زراعة في الجفن العلوي بأخذ شعرة طبيعية من شعر الرأس لتغرس في الجفن. مر الكلام عن هذا النوع من الرموش التي تضاف إلى الجفن، وتارة يكون السؤال عن لصق الرموش الصناعية. شلون هذا يصير؟ بلصق كل واحدة منها، يعني الرمشة واحدة يأخذونها صناعية ويتم لصقها فوق الرمش الطبيعي بواسطة مادة لاصقة خاصة، بحيث هذه تبقى لمدة زمنية طويلة، بس هي عملية لصق ما هي عملية زراعة، مجرد رموش صناعية فوق الرموش الطبيعية. وعادة السؤال يكون عن هذا النوع اللي هو غالبا ما يكون بهدف تزييني، بهدف تجميلي، بخلاف عملية الزراعة ذيك اللي قد تكون لأسباب يعني يحتاج معها الإنسان للتجميل، بمعنى إن في خلل ما في الجفن في الرموش، فبالتالي يتم زراعة الشعر. ما سأطرحه في هذه الليلة يخص الصورة الثانية، الرموش الصناعية التي تلصق على الرموش الطبيعية ولمدة طويلة بحيث تستغرق أوقات مثلا أيام أسابيع كذا، بحيث راح يكون في الأثناء في صلاة، تحتاج المرأة إلى وضوء، قد تحتاج إلى غسل مثلا، وبالتالي ما حكم هذه الرموش الصناعية؟ طبعا هذه المسألة لها بعدان، في بعد يرتبط بالطهارة اللي هو الوضوء والغسل، وبالتالي بالصلاة، ممكن واحدة رايحة العمرة مثلا تؤدي العمرة وهكذا، وفي بعد آخر يرتبط بالتزين. احنا نعرف ان المرأة عندها حدود في التزين، فإذا ظهرت أمام الرجل الأجنبي فإنه يجب عليها أن تتستر من الزينة التي تكون في مثلاً الجسد، في الرأس إلى آخره، تتستر من هذا. فهنا عندما تضع الرموش هذه، ونفرض أن هذه الرموش كانت من هذه الرموش الطويلة جداً اللي يضعونها بالحفلات وغير ذلك، فالمسألة هنا ما تقتصر فقط على قضية وضوء وغسل، وإنما أنها ظهرت بهذه الرموش التزيينية أمام الرجال الأجانب، مثل ما لو حطت حمرة وظهرت أمام الرجال الأجانب، حطت شدو ظل وظهرت أمام الرجال الأجانب. هذه المسألة ما لها علاقة بالوضوء والغسل، فالمسألة لها بعدان، هذا البعد وهذا البعد. وعادة سؤال النساء والفتيات عن البعد الخاص بالوضوء والغسل، يعني عادة ما يسألون بأن شنو حكمنا في الظهور هكذا أمام الرجال الأجانب. فالأسئلة الموجهة بالاستفتاءات عادة تخص الوضوء والغسل، ولذا الإجابة تكون هكذا. هذا لا يعني أن مسألة التزين ما لها علاقة بالموضوع، بل لها علاقة، ولكن الأسئلة هي هكذا. سيد الخوي يسألون السؤال التالي: لو تم تركيب رموش صناعية
على الرموش الطبيعية دون أن تصل الرموش الصناعية للمنابت، هل الوضوء يكون صحيحاً؟ يعني الجلد نفسه مال الجفن ما يتغطى، اللي يتغطى هو شنو؟ الرمش الطبيعي نفس الشعر، في مشكلة؟ الجواب: لابد في الوضوء والغسل من إيصال الماء إلى جميع مواضع الوضوء، ومنها الشعر النابت على تلك المواضع كالرموش وغيرها. فلما تأتي المرأة وتغطي هذا الرمش فحين ذاك حجبت الماء، وبالتالي يكون أكو خلل في الوضوء، إن هي المفروض أن رموشها تنغسل ما غسلت. ليش؟ لأن أكو عازل، أكو طبقة عزلت هذا الرمش عن أن يصل إليه الماء فيصير في خلل. فإذا حسب هذا الاستفتاء عند سيد الخوئي أن هذا ما يصير، يعني إذا بتتوضأ لازم تزيله. سيد السيستاني يسأل: هل يجوز تركيب الرموش الصناعية الدائمة، مع العلم أنه يتم تركيب الشعر الصناعية على منبت الشعر الطبيعية، وهل يضر بالغسل والوضوء؟ الجواب: نعم، يضر ذلك بالغسل والوضوء، فلا يجوز ذلك على الأحوط ما لم يكن هناك عذر شرعي كرفع حرج شديد مثلا. متى يصير هذا؟ يصير هذا مثلا ماخذ كيمو كيميائي حق السرطان لا سمح الله، عادة الشعر يطيح وكذا، فلربما هني يكون عندها بقايا من شعر الرموش فتروح تحط عليها رموش صناعية من باب الإحراج الشديد، أن الناس يطالعونها مثلا فبالتالي تكون مورد استهزاء أو نظرات كذا، نفسيا هي تتأذى بشكل اللي ما تتحمل نفسيا، صير حرج شديد بالنسبة لها، أو متعرضة لحادث مثلا، أو من خلقتها هكذا عندها خلل بحيث الرموش عندها منتفة مثل ما يقولون، شوية شعر هني وشوية شعر هني مو متكامل، فالناس من يظهروا لها مثلا زميلاتها مثلا يستهزئون فيها، تصير مورد للسخرية، نظرات احتقار كذا، فهي تحس بأنها صعب أنها تتحمل هذا الأمر، هنا تقع في حرج شديد. شنو هني ممكن تحط؟ إيه نعم ممكن هني تحط فيكون وضوءها صحيح غسلها صحيح، بس شنو يكون تنتبه، يقول: ولو عد زينة وجب سترها على الأحوط. شلون؟ يعني لو هذه الحالة اللي هي نتيجة إنها ما تتحمل إن تكون عندها خلل في رموشها، زرعت عفواً حطت هذه الرموش الصناعية، ولكن حطت من أي نوع؟ أبو فرشة، هذا اللي صاير هالشكل طويل وكذا مال التزين مال الحفلات والأعراس وكذا، هذا صار شنو هني؟ صار تزين. من يصير تزين فلازم شو تسوي هني؟ وجب سترها على الأحوط. شلون تسترها؟ تلبس بوشية قدام الرياييل، تلبس نظارة سودة مثلا ما تبين، بطريقة ما لازم تستر. أما إذا حطت بالمقاسات الطبيعية فما عليها شيء، ما دام إنه ما يصدق عليه زينة فيكون هذا بالنسبة لها جائز، ما عندها مشكلة. سيد فضل الله يسألون: هل يجوز الوضوء بوجود رموش اصطناعية من الحرير ملصقة بالرموش الطبيعية بغراء؟ سيد فضل الله عنده مسألة أن العازل الحاجب الذي يسهل إزالته تجب إزالته عند الوضوء والغسل، وأما الذي يصعب إزالته فتقدر تتوضى مع وجوده. مثلا أنت لابس خاتم ضيق تنزعه وقت الصلاة وقت الوضوء، لكن إذا كان في مثلا شايفين أكو أنواع من الصمغ القوي سوبر جلو، هذا لازق مثلا، لازق هذا عشان الطلعة صعب جدا، فيقول شنو؟ تقدر تتوضأ وهو موجود عند هذه المسألة. الآن يطبقها على مسألة الرموش، يقول: لابد من إيصال الماء إلى الرموش الحقيقية الأصلية، إن كانت الرموش الاصطناعية مما يمكن نزعه بسهولة، في أكو أشياء لزقتها بسيطة تنحط وتنشال،
فيقول إذا من هذا النوع لا لازم تشيلها وتتوضأ بحيث الماء يوصل للرموش، وإلا فما يلصق لفترة طويلة ويصعب نزعه إلا بعلاج خاص فإنه لا يضر بالوضوء والغسل، يصير مثل السوبر جلو. طبعا هني ما له علاقة بالزينة، موضوع الزينة ما تم سؤاله، إن هذا إذا كانت طويلة إذا كذا ما في سؤال من هذا القبيل، هو عن الوضوء والغسل. سيد الخامنئي عند مسألة يقول إذا كانت مانعة من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الوضوء أو الغسل فإنها تضر بصحتهما. زين شنو الذي يجب أن يغسل في الوضوء والغسل؟ هل الرموش منها؟ يسأل السيد الخامنئي، هل يجب على المرأة غسل أطراف الشعر حال الغسل؟ وهل عدم وصول الماء إلى تمام الشعر عند الغسل يوجب بطلانه، علما بأن الماء قد وصل إلى تمام بشرة الرأس بس الشعر ما غسلنا كله؟ هنا بنطبق على الرموش، يقول يجب على الأحوط وجوبا غسل تمام الشعر. فإذا نفهم من هذا أن الرموش لما تنحط وتغطي على الرموش الأصلية راح يكون عندنا شنو؟ عملية حجب، وبالتالي ما يصح. شيخ الفياض عند مسألة في الوضوء يقول الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغريضه التي لا تستر البشره، هذا كله لازم ينغسل. الرموش ايضا كذلك هي من هذا الشعر، فلما نيجي ونحط لاصق عليه فش سوينا احنا؟ عزلنا، من عزلنا صار في خلل في الوضوء والغسل. سيد المدرسي يقول اذا كانت تمنع وصول الماء للبشره ففيها اشكال من حيث الوضوء والغسل للبشره، ما يتكلم عن الرموش، يقول للبشرة، إذا كان تمنع وصول الماء للبشرة ففيها إشكال من حيث الوضوء والغسل. اللي أفهمه الآن، أنا مو متأكد، لكن اللي أفهمه من هذا إن إذا الشعرة على الشعرة وما توصل للجفن ما في مشكلة، هذا اللي أفهمه، لكن أنا مو متأكد 100%. سيد صادق الشيرازي يقول الرموش الصناعية حتى وإن لم تمس الجلد أو الجفن إذا لم تصبح بصورة يعدها العرف جزءاً من الرموش الطبيعية للإنسان. متى تصير جزء طبيعي؟ لما تنزرع، فإذا هي مو مزروعة هي مو جزء منك، أو لم تكن هناك ضرورة من مثل المعالجة اللي تكلمنا في فتوى السيد السيستاني، فهو مانع عن وصول الماء في الوضوء والغسل إليها مدام ما صار جزء من البشرة، ولا هو بسبب العلاج فحين ذاك يعتبر حاجب وموجب لبطلانهما ولا يجوز، فيسبب شنو؟ بطلان الغسل والوضوء، فإذا ما يصير تحطه مدام أنه هو بهذه الطريقة. نعم إذا كان هناك ضرورة مثل المعالجة يختلف الحكم. هذه كانت مسألتنا في هذه الليلة، إن شاء الله كانت واضحة، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.